مساء الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم كابتن احمد علي من K9 Dogs Training. K9 كابتن احمد علي، قناتنا على اليوتيوب. طبعا زي ما انتم شايفين زين تو سيشن النهارده، وطبعا زين اشتغلنا دي تاني حصه معاه ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين زين بيرخم عليه، يعني بيستفزه لابعد الحدود، وهو قايل له ستاي اهو. برافو يا زين. طبعا زي ما انتم شايفين زين اهو اديله الاوردر. قوله ست. جميل. ايه بقى المشاكل اللي كان بيعملها يا زين؟ ايه المشاكل اللي كان بيعملها؟ كان بيقعد في كل حاجة. علي صوتك بس عشان الناس تسمعك. كان بيقعد في كل حاجة، وكان قاعد يجري في كل حتة وكده. ستي. طبعا زي ما انتم شايفين زين قال له ستي اهو. اهو زين. يلا. برافو. يلا. ستوب. ست. اوكي خلاص كفايه ستي بقى يا زين. نجي عليه وشجعه يا زين. يلا هنمشي بيه بس يا زين. طبعا هو زين ما كانش بيعرف يسيطر عليه اصلا، كان بيقعد يشد ويعضعض ويعمل حاجات كتير قوي كده زي ما انتم شايفين. طبعا اي حد يا جماعه عايز اي حاجه في التدريب بالنسبه للاكل الشرب اي حاجه للكلاب، انا تحت امركم جميعا. معانا زين النهارده، هو بطل الحلقه بتاعتنا النهارده. يعني زين طبعا كان بيعاني من اهو الاستاذ ديزل. ليه يمشي على شمالك بس يا زين؟ يلا ستوب. ايوه برافو. طبعا زي ما انتم شايفين بقى بيسمع الاوردر على طول، بس طبعا لسه شويه برضو زين لسه شويه عليه. نادي عليه وشجعه يا زين. يلا برافو. يلا يا زين. طبعا هو ما كانش بيمشي معاك كده خالص، بدأ الحمد لله يمشي معاك كويس الى حد ما. وطبعا لسه يا جماعة احنا لسه في تاني يعني في تاني حصة يعتبر، فلسه بدري قوي عبال ما طبعا نوصل للمستوى اللي احنا عايزينه. احنا كده وصلنا تقريبا بنسبة يعني 50% في كمبدئيا يعني لتدريب الكلب. 50؟ 50% طبعا. ده 50 ده بالنسبه لاستيعابه، يعني هو ذكي يعني. ايوه بس لما لغايه ما يخلص. لما يخلص طبعا يبقى 100%. قد ايه لغايه ما يخلص يعني كام في يعني كده من 10 ل 15 على حسب طبعا ذكاء الكلب. طبعا زي ما انتم شايفين اهو استاذ زين. يلا دي اوردر يا زين. سيت وستاي. تخليهوش يبص هناك عشان ما يركزش معاهم، خليك الناحية دي. ايوه كده. يلا ارجع لي ورا يا زين. يلا يلا ناجي عليه. برافو برافو يا زين. ها ايوه هو مسك الازازه زين قال له نور، راح سايبها على طول.
برافو يا زين. طبعا الحلقة بتاعتك هتشوفها على اليوتيوب يا زين، ماشي؟ تقول لهم ايه لما يشوفوا الحلقة بقى؟ لايك لايك وايه؟ وسبسكرايب. ايوه حبيبي يا زين. استنى بقى ماخدك كده ايه صورة كده سريعة انت وهو. تعالى كده يا زين، وقف بس وقف. ايوه استنى مديك بقى الصورة. يلا بص لي، ها خش ايدك من على ودانه عشان تبقى شكلها حلو. حلو. طبعا رجعنا لكم تاني، فقرة صغيرة كده مع سيف هو بيلعب معاه. نزله. ايوه نزله كده يا سيف. اجري معاك كده يا سيف، اجري اجري اجري، لف وارجع لف وارجع بسرعة. يلا اجري اجري. ايوه برافو.